إذن مشاهدينا، وللحديث عن قرار الصدر سحب أنصاره من الشارع ومآلات الأزمة السياسية في العراق، معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي. مرحبا بكم معنا. حياكم الله. أيضا عبر سكايب من بغداد من المنتظر أن يكون معنا سيد مسار عبد الرحمن راضي أو عبد المحسن راضي، ننتظر وجوده معنا، الكاتب والباحث في مركز أبابيل. ومن لندن عبر سكايب الكاتب والإعلامي العراقي السيد عبد المنعم الأعسم، نرحب بكم معنا. نبدأ معكم أستاذ مجاهد. عقب ليلة دامية ببغداد، أنصار التيار الصدري ينسحبون من المنطقة الخضراء، إضافة إلى أتباع الإطار التنسيقي يقرر أيضا سحب عناصره. هذه المواجهة التي جرت بين الطرفين إلى أي مدى تشير إلى عمق الهوى بينهم ووصول العملية السياسية ربما إلى طريق مسدود لا يمكن أن يحل إلا بهذه الطريقة؟ نعم، يعني تحية لكم ولمشاهديكم ولضيوفكم الكرام. طبعا يعني منذ فترة ما بعد الانتخابات كان هناك تنافس ما بين الإطار والتيار على النموذج داخل البيت الشيعي. الصدر هنا يركز دائما على النموذج الشيعي، يعني لم تعد السلطة السياسية هي الحافز والهدف والطموح لهذه الأحزاب. يعني الصدر يستطيع أن يحقق الكثير من السلطة والنفوذ والمصالح والمكاسب، سواء كان هو في السلطة أو في المعارضة أو استخدم سياق الأغلبية أم التوافقية. لكن هنا هو لا يريد فقط هذه السلطة، سقف الطموح ارتفع إلى تشكيل نوع من المرجعية السياسية. لذلك هنا الإطار التنسيقي يضع العراقيل أمام طموح السيد الصدر. لذلك ما جرى يوم أمس شكل ضربة كبيرة جدا بعد بيان المرجع الحائري الذي يقلده الصدر في القضايا الفقهية والدينية. لذلك هو أوصى باتباع مرجعية خامنئي، وبالتالي شكل ضربة عميقة للتيار الصدري، ما دفعه للانسحاب ثم أتباعه بالتصعيد. لذلك هذه الأزمة هي ستبقى، لم تحل الأزمة إلى الآن. هو حتى بالانسحاب هي لم تحل، حتى بالانسحاب هو نزع فتيل تطورات الأحداث إلى مواجهة دامية أو ربما إلى تصعيد خطير يجرهم إلى حرب أهلية. هو كل يعني الحالة السياسية يشبهها بشخص قد وقع في بركة من الوحل، أي حركة يقوم بها ستزيد من يعني ستزيد من غوص هذا الشخص الوحل في هذه البقعة. لذلك هم فقط أوقفوا مرحلة التصعيد وعادوا خطوة للوراء. يعني هذه الجولة ربحها الإطار التنسيقي، لكن المعركة لم تنتهي بعد، وأعتقد أن حسمها ليس بالقريب العاجل. نعم، هناك يعني سياقات متعددة، سياسية، قانونية، إعلامية، ربما سنلاحظها في الأيام القليلة المقبلة. طيب، نتوجه إلى السيد عبد المنعم الأعسم ونقول، ألم تكن هناك فرصة مواتية للصدر ليقلب الطاولة على جميع من هم في أركان العملية السياسية التي يتفق الجميع أنها المسؤولة عن الفساد الحاصل والتدهور في جميع مناحي الحياة في العراق، وهم شهود على ما أوصلوا العراق إليه؟ نعم، شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولضيفكم الأستاذ مجاهد ولجميع المشاركين. دعني أسلط الضوء على الخلاف المستفحل بين مشروع السيد مقتدى الصدر والمشروع الشيعي الآخر الذي هو مشروع الإطار التنسيقي. الخلاف يتركز على تابعية سلطة القرار، ففيما يرى الإطار التنسيقي أن سلطة القرار ينبغي أن تكون حكرا للبيت الشيعي باعتبار الأغلبية المجتمعية و الأغلبية في البرلمان، وهو أحزابه السياسية توارث هذا الاحتكار منذ 2003 حتى الآن. ففيما يتمسك الإطار التنسيقي بهذا المشروع، طرح السيد مقتدى الصدر مشروعا آخر، أن هذا القرار ينبغي أن يكون بيد ما سماه هو بالفضاء الوطني، بمعنى الأحزاب التي تفوز في الانتخابات من مختلف المكونات. ولهذا هو شكل تحالفا ثلاثيا، وقال هو هذا التحالف
الذي سيكون المرجعية لسلطة القرار. معروف ماذا أعني بسلطة القرار أو نعم. ماذا هو سلطة القرار؟ سلطة القرار هي القرارات الاستراتيجية والأساسية والمصالح والمراكز والمناصب وتقسيم المواقع، كلها هذه تتبع سلطة القرار. ولهذا يعني قاوم الإطار التنسيقي مشروع مقتدى الصدر بكل شراسة. هذا جانب. الجانب الآخر، هل كان مقتدى الصدر قادر على إيصال مشروعه إلى النجاح حقا؟ في الحقيقة يعني والسؤال هنا سيد عبد المنعم، نعم، هل كان فعلا هناك مشروع لإيصاله إلى خط النهاية؟ نعم، هو مشروع على الورق، وهو عبر عن سيد مقتدى الصدر في خطاب وفي مؤتمر، وثبت في عشرة نقاط. من بين هذه النقاط هو نعم. موضوع السلاح المنفلت، موضوع حالة الفاسدين الكبار إلى القضاء، موضوع الخدمات، موضوع الموصل، موضوع سبايكر، نعم. كلها 10 نقاط طرحها، في غالبيتها غير مقبولة من الإطار التنسيقي، أو المفهوم غير مقبول. فالشيء الذي عرقل مشروع أو يعني أوصل مشروع مقتدى الصدر إلى الفشل أو إلى الاصطدام أو إلى يعني الضياع، هو أن مقتدى الصدر لم يحسن إدارة التعبئة غير الصدرية. هو أحسن تعبئة الصدريين، بنى قوة حديدية وتنظيمية مطيعة وقوية، ولكنه لم يحسن إقامة تحالف واسع، تحالف يقوم على أساس الشراكة، على أساس التبادل الرأي، على أساس الصراحة. ولهذا ولكن سيد عبد المنعم، يعني هل نعم، تستطيع أي قوى أن يحشدها الصدر مع التيار الصدري أن تواجه قوات أو ميليشيات أو أتباع الإطار التنسيقي؟ أنا بالنسبة لي كمراقب كنت أعتقد أن التحالف الثلاثي الذي أعلنه من الأغلبية السنية الفائزة بالانتخابات، زائد الأغلبية الكردية، زائد التيار الصدري، كان قادر على أن يدحر، وخصوصا وأنهم في مجلس النواب حصلوا على ما يزيد على 200 صوت، ومرروا مرشحهم إلى رئاسة البرلمان، وكانوا قاب قوسين أو أدنى أن يأتوا بمرشح لرئاسة الجمهورية وينجحوا، لولا قرار المحكمة الاتحادية الذي أفشل هذه وأعاد الكرة وقلب الطاولة على مقتدى الصدر. نعم. مقتدى الصدر كان يتعرض إلى ضغط شديد من إيران بواسطة مرجعيته التي أعلنتم عن تسميتها، وهو يعني نعم، نعم. فكانت مرجعيته هذه هي عامل ضغط عليه أنه ينبغي أن يرجع إلى الإطار ويتفاهم مع الإطار، وأن يتفاهم مع البيت الشيعي، وأن يتخلى عن مشروعه. هذا أوصله، وهو لم يكن يعني كان يريد أن يجمع بين الجانبين السياسي والفقهي، ولكن في الحالة العراقية أو في الحالة التي وصل إليها نعم. الصراع السياسي لم يحسن هذا الخيار. نرحب بالسيد مسار عبد المحسن راضي، الكاتب والباحث في مركز أبابيل، مرحبا بكم معنا. أهلا وسهلا بحضراتكم، تحياتي لك ولضيوف الكرام ولمشاهدي القناة. وفقط توضيح بسيط، أنا لست عضوا في مركز أبابيل. نعم، نعتذر. سيد مسار، هل انتهت الأزمة السياسية في العراق بطلب انسحاب الصدر أنصاره الانسحاب واعتزال العمل السياسي؟ خلاص اختزلت الأزمة في العراق؟ أنا أعتقد أن الكلمة المتلفزة للزعيم الصدري اليوم الثلاثاء هي حلقة من حلقات، دعنا نقول، نشاط صدري قادم. الصدر هو اليوم ربما كان يوصل خطابا للعالم والإقليم لأنه إنسان لديه خطوط حمراء تتعلق بمصلحة المواطن، تتعلق بأن لا تكون هنالك إراقة للدماء. هو أيضا أراد أن يثبت بالدليل القاطع
الشعب العراقي وللشرائح التي لا تثق لا بالزعيم الصدري ولا بالتيار أن هنالك لديه روابط، ولن يقبل بأن يكون حراكه السياسي متجاوزا لهذه الضوابط. هذا على الأقل ما استطعت أنا أن أفهمه وأترجمه. ثانيا، الكرة الثانية التي سجلها في شباك الإطار كانت عندما أكدوا بالدليل القاطع أنه ليس هنالك ما يعرف بالطرف الثالث الذي دوخ العراقيين ودوخ العالم، وكان الإطار يلهج بذكره في كل وقت بأنه هو من وراء استهداف المتظاهرين السلميين رحمهم الله، سواء في ثورة تشرين أو حتى اليوم. هو وجه الأصابع إلى ما تسمى بالميليشيات الوقحة، والتي وضح أن هنالك منها موجود في الإطار وفي التيار، بل هو في نفس الوقت سجل هدفا ثالثا حتى على الميليشيات، وهي باعتبارها فواعل لا حكومية ربما ستمنع أي انشقاقات أو مغريات. ونحن نعرف الإطار خبير بشراء الميليشيات، ترجع وتعود مرجعيتها إلى الأحزاب الحاكمة ولديها سلطة عليها، فبالتالي هو إدانة لميليشياته ولميليشيات الإطار. ربما يجب أن نفكر خارج الصندوق قليلا، لأن الوضع في العراق معقد ولا يحتمل أن نستهلك مقولات سائدة. أنا أعتقد أن الرعيل الأكبر من هذه الميليشيات ربما هو جاء لكي يحصل على لقمة عيش. نحن نعرف تماما أن البغداد التي كنا نقرأها في التاريخ عن العراق انتهت. نحن أمام شعب جائع مسحوق يبحث عن أي فرصة للعيش الكريم، ولهذا ربما كان الزعيم الصدري على الأقل بالنسبة لي، ولا أحاول أن أؤكد ذلك لأي أحد، كان ذكيا عندما قال مشكلتنا ليست مع أولئك الصغار أو المنتمين كمسلحين أو جنود داخل الإطار، لدينا مشكلة مع القادة. أنا أعتقد أنك عندما تقوم بتقليص رقعة الصراع بينك وبين أفراد، ربما أنت تخبر هذا الإنسان البسيط بأنك لست تستهدفه، وليست هنالك معركة وجود أو حياة أو موت. وشاهدنا معظم الأنظمة، سواء تلك السلطوية أو تلك الديمقراطية أو تلك الأوتوقراطية، دعنا نقول مثل الحالة العراقية ولو هي تنطبق تقريبا عليها، فإن هذا الخطاب أنا أعتبره ذكيا ومحاولة لتقليص رقعة الذين سيتصارع معهم الصدر في المستقبل. ولكن ربما المزاج الصدري المعروف بالتقلب هو وزعيمه ربما يجعل القراءة صعبة، ولكن أنا أعتقد إذا اعتمدنا على ما نفهمه نحن المراقبون القريبون جدا للمشهد العراقي والموجودين في الداخل، ربما نستطيع دعنا نقول أن نكون محددين أكثر في وصف الأوضاع والتفاصيل. طيب، أعود إلى أستاذ مجاهد، يعني كيف تقرأ مطالبة الصدر بمحاسبة قتلة المتظاهرين؟ هناك من يحمل الصدر نفسه المسؤولية، وهناك من يقول لا، ربما هي بداية لمناورة سياسية جديدة. طبعا في الحقيقة يعني هو لم يطلب بمحاسبة القتلة، إنما طالب بحقوق الضحايا. وحقوق الضحايا يعني لم يذكر أنه محاسبة القتلة، لأن الأزمة اعتبرت بأنها أزمة ما وصفوها جميعا في بيان السيد الصدر وبيان الإطار التنسيقي، وصفوها بالفتنة، بمعنى أن ما جرى لا يتحمله الصدر ولا يتحمله الإطار، إنما انزلاق وفتنة حصلت. لذلك ما طبيعة الخطاب الذي خاطب به التيار أنصاره كان خطابا توبيخيا، بعد بيان الحائري واعتزاله العمل خرجت هذه الجموع، يريد الإعلام الصدري يصور الحدث هكذا بأن أنصار التيار تصرفوا بعفوية، واجهوا بدون أن تكون هناك توجيهات مسبقة. بالتأكيد، لذلك طبيعة الخطاب كان توبيخيا أو فيه عتب على أنصاره، خاصة من الذين حملوا السلاح. لذلك هنا يريدون فصل المسؤولية. لذلك أي حديث عن رغبتهم بمحاسبة القتلة هو يعني حديث إعلامي، لكن أشار في نقطة مهمة جدا كما تفضل ضيفك الكريم، أن لا وجود للطرف الثالث، بمعنى أن هناك طرفين فقط، والطرف
التابع لقيادات و يعني تابعين للحشد او الميليشيات او خصوم الصدر هم المسؤولون المباشرون عن ما حصل سواء في تشرين او في مواجهه انصاره داخل المنطقه الخضراء. طيب سيد عبد المنعم، يعني هذا السلاح الموجود بيد الاحزاب اليوم والميليشيات في العراق الى اي مدى اثبت انه كارثه على البلاد ككل؟ كيف يمكن التبرير لرؤساء الحكومات بالعجز أم أن عسكرة المجتمع التي شهدناها خلال الأحداث الأخيرة كانت أمرا مقصودا من الأحزاب كضامن لبقائها وتستخدم متى ما أرادوا؟ نعم، هذه حقيقة وأنا أوافق عليها، وهي صارت من بين المسلمات بالنسبة للمواطن العراقي الذي بدأ يحمل الأحزاب قدر ما كان مستاء من مواقفها ومن إدائها ومن فسادها. أضيفت لها مشكلة ظاهرة التسلح والسلاح، والآن تطورت ويشار إلى إلى ترسانات سلاح بدأت هذه الأحزاب تملكها، بالإضافة إلى المسيرات، وبالإضافة وصارت ترهب الناس وترهب الحكومة وترهب المسؤولين وترهب الموظفين. والتعبير البسيط عن هذا السلاح نراه في المعارك والصراعات التي تجري بين العشائر العراقية وسط وجنوب العراق، وهي مسلحة بأنظمة سلاح مخيفة في واقع الأمر. فإذا أصبح السلاح عامل سياسي أيضا، أصبح يدخل في الترتيبات السياسية ويرفع من شأن بعض الزعامات ويعطي فرص لبعض الفئات والجماعات الصغيرة. الآن كما نرى أن هناك بعض الجماعات حتى في الانتخابات لم تأتي بنسب مناسبة أو بمقاعد يعني يشار لها بالبنان، ولكنها تملك ترسانات من السلاح وتبرك مواقع، وكل هذه يعني أصبحت دخلت في المعادلة السياسية لمستقبل العراق. يعني إذا لم تحسم مشكلة السلاح فإن الحديث عن معافاة الوضع السياسي في العراق مستبعدة في الحقيقة. وكل الحديث والآن نسمع، استمعنا إلى خطب المسؤولين الكبار، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وغيرهم، كلهم يتحدثون عن هذا السلاح بطريقة يعني بطريقة تبسيطية يعني أو مقصودة أن تكون تبسيطية دون إثارة هلع الناس، فيما الناس والمواطنين ملايين الناس يتابعون يوميا استعراض القوة في الشوارع، عربدة السلاح في الشوارع، و يعني يستخدم من أجل لجم الاحتجاجات ولجم الحركة الشعبية ولجم الاستياء وإخافة المواطنين. والآن مع انسحاب التيار الصدري الذي كان يشكل قطبا آخر في الصراع، الآن استفراد الإطار التنسيقي ومجموعاته المسلحة، استفراده بسلطة القرار أو إذا ما نجح في تشكيل الحكومة، فإن الشيء الواضح هو أن هذا السلاح سيكون سلاحا مشهرا بوجه الحركات الشعبية، حركات الاحتجاج المتنامية والمتزايدة على باضطراد. إذن السلاح أصبح عامل أحد عوامل الترتيبات السياسية في المستقبل، وأظن أنه سيكون سيساعد الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة مريحة، حكومة مريحة بالنسبة له، ولكنها لديها أي مواجهة أو مانع. سيد مسار، لو نتوجه بذات الانسيابية بهذه التسلسل بالأفكار، يعني ربما هذا السلاح الموجود هو ما يجعل الأطراف السياسية اليوم تخشى من الإقدام على خطوة تعديل الدستور وقانون الانتخابات والمضي بانتخابات مبكرة، وتضع عراقيل دائما أمام هذه العملية لأنها أيضا
أو أصلا تملك الأسلحة التي تمكنها من كل المناصب في الدولة وكل ما تتمكن به؟ من المؤكد أن السلاح يلعب دورا محوريا في المعادلة السياسية في العراق، وربما هنا يجب أن أشير إلى ما قاله الدكتور المحترم يحيى الكبيسي، والذي هو صاحب صك مقولة الدولة الموازية التي يمثلها هذا السلاح وخاصة أطراف العراق. وربما هنا أيضا يجب أن أشير إلى مسألة مهمة جدا تتعلق قادم الأيام. أنا أعتقد وكما كررت أكثر من مرة أن تشكيل الإطار للحكومة هذا معناه نهاية الوجود السياسي للتيار الصدري. هو لن يتوقف ولن يعمل مع التيار الصدري إذا ما شكل الحكومة القادمة إلا كحادلة تقضي نهائيا على التيار الصدري، وربما يترحم الصدريون بعدها على أيام 2008 صولة الفرسان التي حدثت في البصرة. فلهذا أنا لا أعتقد مطلقا أن هذا الانسحاب بما معناه أنه سيترك الصدر للإطار وعمهم الكبير السيد نور المالكي أن يقوم بما يحلو له ويشكل الحكومة القادمة. الأهم من هذا كله والذي برأيي يجب أن ننتبه إليه أيضا أن الانسحاب الظاهري للزعيم الصدري ربما كان هو لحسابات صراع مع المرجع الإيراني كاظم الحائري. كاظم الحائري وجه طعنة نجلاء ومن النوع الممتاز إلى التيار الصدري في هذا التوقيت، وهي جاءت في توقيت كانت قد كشفت فيه التسريبات الصوتية للسيد نور المالكي أنه يسعى للحصول على فتوى تجيز له الصدام مع القوى الأقل شيعية إذا صحت اللفظة. نعم. ومن المؤكد أن أبرزهم هو السيد الصدر. نعم. لهذا أيضا هنالك مسألة مهمة أعتقد يجب أن ندخلها في الحسابات، أن الحائري أراد بهذه البدعة، وكل بدعة تفيد إيران، أراد أن يجعل الانتماء إلى علي الخامنئي أكثر صدرية من الصدر نفسه. فإذا الصدر عندما قام بهذا الانسحاب التكتيكي أنا أجد أنه بات يفكر بأنه يجب أن يستغل الظرف، وربما يجب على الأقل أن يرفع درجة تراتبه الدينية. هو لحد الآن ووفق المصطلحات التي تستخدمها الحوزة الدينية وبين قوسين الشيعية، لحد الآن هو حجة الإسلام والمسلمين، لم يصل حتى إلى درجة مجتهد التي تتيح له الإفتاء في بعض المسائل. ولهذا أنا أتوقع أن هذه المسألة ستشغل بال الصدر في الأيام القادمة، هذا واحد. أنا أعتقد أيضا أن تلك المرجعية التي تعرف بالعليا الموجودة في الندف، والتي أنا أصفها دائما بأنها متعددة الجنسيات الآسيوية، إيرانية وباكستانية وأفغانية، وربما الضلع الوحيد الهامشي وذو مذاق عربي نوعا ما، هي مرجعية محمد سعيد الحكيم. عندما توفى أجد أنهم على الأقل باتوا في حاجة تكافلية إلى أن يرتقوا بالصدر ليكون رباعيهم. أما إذا لم يقوموا بذلك فأنا أعتقد أن هذه المرجعية باتت معرضة أيضا لسخط شعبي، وأثبتت أنها لا تهش عراقيا ولا تنش عربيا، وبهذا فهي مجرد بلال إيراني آخر يصعد على كعبة قم ويؤذن بغير عراقية وعربية ولا موقع له من الأعراف القادم. أنا أعتقد أن الانتباه على هذه الأمور ربما يساعدنا أكثر في توضيح المشهد. المشهد ليس فقط أنه ما بين الصدر والإطار، وليس فقط إيران وصفقتها النووية. أنا أعتقد أن الحائري وهو يعبر عن السوبر قومية التي يشتهر فيها الفكر الفارسي ربما أحس بهذا الخطر القادم. ونحن نعرف أن إيران تحرص دائما على أن تكون المرجعيات الدينية في العراق على وجه التحديد أعجمية، بمعنى أن تكون غريبة عن الناس وأن تكون الحواشي هي المتحكمة. وهذا هو طبعا تعبير أو وصف للشيخ جواد الخالصي الذي كنت قد أقمت حوارا سابق معه،
ولكني أيضا أجد أنها تحرص على أن يكون اللسان معوجا ولا يستطيع أن يمارس النطق العربي لفترة طويلة من الزمن. نشكرك سيد مجاهد. يعني ألا تعتقد أن ربما البعض يرى أن هناك إيجابيات مما جرى خلال اليومين الماضيين، إلى أي مدى انكشفت العملية السياسية وشكلها خلال الأحداث التي جرت؟ طبعا للأسف يعني الصورة مكشوفة لدى العراقيين جميعا ولدى الرأي العام العراقي، لكن يعني ما انكشف بشكل أكثر وضوحا هو أن التيار الصدري لا يستطيع أن يكون الطرف الوحيد الذي يحاول التغيير، يجب أن يكون هناك عدد من الأطراف التي لا بد أن تساهم وتشارك في هذا التغيير مهما كان، حتى لو تغيير حزبي. يعني الآن مساعي التيار الصدري بالتغيير والإصلاح، هذا التغيير والإصلاح يخدمه، يخدم مصالحه، بالرغم من أنه قد يكون فيه تقوية للنظام السياسي، تقوية للدولة بطريقة أو بأخرى، لكن التيار الصدري أثبت بأنه مهما كان قوي ومنظم ويستطيع تحريق هذه الجماهير الكبيرة داخل الدولة، لا يستطيع مواجهة الجميع. يعني من غير الممكن أن تبقى قوة تشرين والقوة السنية والكردية وباقي الأطراف الشيعية أن تتفرج على تيار وحيد، لكن هو أيضا جزء من مشكلة التيار الصدري الذي يتصرف بسياقات يعني كثير من الأحيان يعني غير مفهومة أو غير متوقعة، غير متوقعة. وحتى يعني لو عدنا قليلا إلى الوراء، عندما يعني اهتز تحالف إنقاذ وطن ما بين الكرد ومع السيادة، هناك تصريحات عديدة ذكرتها يعني صحيفة ميدلس آي، ذكرت بأن الصدر يتصرف حتى بدون الرجوع إلى حلفائه، وبالتالي هناك نوع من التفرد بالقرار، هناك مفاجآت. يعني حتى في سياق يعني المبادرات التي يطرحها السيد الصدر، سواء بحكومة الأغلبية، بالذهاب نحو المعارضة، بالتصعيد بالتظاهرات، بسحب نوابه، جميع هذه السياقات هي تفاجئ الرأي العام. ليس هناك أمر مدروس، ويعني تشعر أن هناك نوع من العفوية في اتخاذ القرارات، أو يعني حتى القرار الأخير انسحاب نواب التيار الصدري كان خطأ فادح. وحتى الآن هذا التصعيد الذي يجري هو يريد العودة إلى قواعد اللعبة ما قبل انسحاب نوابه من البرلمان، كان هذا هنا الخطأ الفادح. يعني عندما رفع السقف إلى تعديل النظام وتعديل الدستور، وواجه معارضات داخلية كبيرة، وكاد أن يكشف حتى ملفات الفساد. نعم، أمام لا، هناك معارضة من خلال أي تغيير، يعني أي تغيير لا تسمح به لا قوة داخلية ولا قوة إقليمية ولا قوة دولية. الجميع يدعو للحوار، الجميع يدعو لعدم الصدام. بمعنى ما أنت ذكرت، ما الذي كشفته؟ ما كشفته هذه الأحداث أن الجميع يجب أن يرضى بهذه العملية السياسية وهذا النظام على فساده، وبهذا الشكل خرابه، نعم عفوا، على السوء الذي فيه، على الظلم، على فشل جميع مؤشرات الديمقراطية، جميع مؤشرات الحوكمة. كل هذا الفشل المتراكم في هذا النظام يجب أن يبقى. ربما الصدر اختار التوقيت الإقليمي والتوقيت الدولي الخطأ، قد يكون الظرف الداخلي يسمح بالذهاب باتجاه أي عملية تغيير أو تعديل للنظام، لكن السياق الإقليمي، السياق الدولي غير مناسب. لذلك إيران دائما تسعى خاصة في هذه الفترة بالمحافظة على مصالحها، يعني كانت دائما في حالة نوع في صراع مع النفوذ، مع المملكة العربية السعودية، مع الولايات المتحدة، صراع اقتصادي، صراع سياسي، صراع على بناء العلاقات داخل الدولة العراقية. لكن هنا اليوم في سياق المفاوضات النووية تسعى للمحافظة على ما امتلكته، أكبر مكتسبات، المحافظة على ما اكتسبته في السنين الماضية، ومنع أي تحولات وتغيير ميزان القوى، لأنه بالنهاية سيضر بمصالحها. لذلك هذه العملية السياسية التي انكشفت تريد أن تقول لا تغيير خارجي، لا تغيير داخلي، يجب أن، وإن حصل أي تغيير داخلي لابد أن يكون ضمن سقف النظام وسقف الدستور. يعني الصدر عندما دعا لتغيير النظام وتغيير وتعديل الدستور، ودعا المحكمة الاتحادية إلى حل البرلمان، هذه السياقات
يعني ربما تكون استثنائية ولا تنسجم مع طبيعة المعادلة السياسية. لذلك هو أسماء أنصاره الذين خرجوا بتضارب الثورة. هنا معايير الثورة، السياق الثورة يختلف تماما عن سياق تعديل النظام والدستور ضمن سقف النظام. لذلك هو رفع السقف، وعندما واجه معارضات شديدة داخلية وإقليمية ودولية عاد مرة أخرى إلى المطالبة بالتغيير داخل حدود وسقف النظام. وهذه هي انكشاف لأمر ربما يفقد الأمل بهذا النظام، يفقد الأمل بهذه الطبقة السياسية، يفقد الأمل بأي مساعي للتغيير من الممكن أن تحصل في المستقبل القريب. يعني مضى الوقت سريعا ولا زالت هناك الكثير من المحاور والأسئلة. نشكركم الشكر الجزيل السيد مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك الله. وسيد مسار عبد المحسن راضي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لحضورك معنا. ونشكر أيضا الأستاذ عبد المنعم العسم الكاتب والباحث العراقي، شكرا لوجودكم معنا.